عاودوا نهضروا على شي واحد اللي كيقول قال الله تعالى والرسول عليه الصلاه والسلام وهذه وهذه، ما خاصو بروتيجي صافا. ما كنهضروا على الرجوله لا بروتيكسيون. انت عارف لو مود ديال لي ريزو سوسيو ايت اون مير دونجيروز اولوز، ولكن ما غاتنيش ما بان رجع للكلمه اللي قلتي في الاول بان حياتهم ديال واحد يدير اللي بغا. بغيت وي من حقك تقول اللي بغيتي، ولكن انت حقهم يديروا اللي بغاو. حقو يدير اللي بغا، ولكن كاينه واحد القضيه ما خصناش نساوها، هاد الصاره هادي ديال بليسي سون اكس فام سور لي ريزو سوسيو. ما نهضروش عليهم هو الا بليسي، هي راه واكله دقتها وساكته، باسكو ما كايناش شي مره غيعجبها الحال. اون اكس فام فريشمون ديفورسي ما غيعجبهاش الحال هذيك لا سيتواسيون. انا دواتني الحرقه او نون دو توت لي فام كي فيف لا ميم شوز، او نون دو توت لي فام اللي كيعيشوا داك لوميلياسيون وسورتو سور لي ريزو سوسيو. والناس قالوا كيصفقوا ليه شت ساره هادي اللي كيبغي سون انفون غيحافظ على موت لونفون. الرجال ما كيبغيوش يقلقوا المراه، كيقول لك باش ما يفقسش المراه وهو مشي للخدمه تبرد ليه الحرف ولادو. دو الرجال كيتكيس على مرته باش ما تبقاش معصبه، وبالتالي ما تنرفش على لي زونفون. دونك اللي والد الولاد مع اون فام يخمم لي زونفون، ما يخممش ليه هي، راه تقدر الرزق وتفارقوا سيكي سامبلو سيكي بلو غيان en général. ولكن كون تو اكسبوز شوف دوك لي فيديو نو سون با نودين، وباين داك الشيء شويه مبالغ فيه. على سمح لي نهضر عليك، انت عمرنا شفنا حياتك الخاصه اش فيها؟ عمر شي حد جا قال لك عماد قطبي اليوم زوج؟ ما سي ريان دو تافي. دونك ما يمكنش اليوم تجي تقول ندخلوا ما تدخلوش لي في حياتي بيسكو تو اكسبوز غير. ما في كاينه في كولومبيا مي بون. دونك اللي بغيت نقول يعطيكم السر، لي ريزو سوسيو والحياه العائليه مشكله. لي زونفون ما كي خاصكم تخمو باغ لا سويت، ان دوك لي زونفون ايل فون فوار داك التبرعيش وي فون فوار، غتبقى فيه مو الدري. والدري ديجا الى ان بوتي بروبليم دو سونتي راه غتكون نفسيه شويه واكله الضق. نتوما تكيسوا على العيالات، نتوما تكيسوا على فوزيكس فام، راه ولتو معاهم دراري